مبسوطة؟ انت محوشة كام؟ محوشة كام؟ الفلوس كلهم عند دولتها. انا ما طلبتيش بيهم ليه؟ بقى يا عين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الفلوس دي انا عايزكم تبقوا تعدوها وتطلعوا لي منها 2000 دولار عشان عندي غزاء عمل النهارده. ده يعني انت مش هتتغدى معانا النهارده يا عادل؟ هتغدى معاكم فين؟ الناس البيزنس مان الجامدين اللي زيي بيتغدوا وهم بيتكلموا في الشغل طول الوقت يعني. ايه ده؟ ايه البدل دي؟ بكام الواحده يا عادل؟ ياي دي بدل تري تري شيك يا عادل، مش معقول، ده نوع رير جدا، دي تلاقي البدله واحده بس ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ انا ملبس بدله اقل من 1000 جنيه، يعني مش اقل من استك. الله يرحم الشراب اللي من غير استك. ده لا، وانت ايش فاهمك انت في المكانه العظيمه اللي اخوكي وصل لها دي؟ عموما ابقي خدي لك استك من الاساتك اللي انا جايبها دي، اشتري لك بيها فستان جديد بدل الهدوم المقطعه اللي انت بتعرينا بيها دي، مقطع مقطع كده. والصفقه دي عباره عن ورق بردي ام تماثيل؟ لا، الصفقه المره دي بلح. وانت ايش فاهمك انت في البلح؟ ايش فاهمني؟ انا عايش اساسا طول عمري مع بلحه، يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. وبعدين لعلمك بقى، انا التراب في ايدي بيتحول لبلح لذهب. ايوه يا عادل، بس البلح ده له ناسه. طب ما انا ناسه يا ماما، انت ناسي قد ايه من وانا صغير كنت بحب البلح، وكنت دايما انت بتزعقي لي لما ببقع البيجامات بتاعتي. طب بقول لك ايه يا عادل، من فضلك وانت جاي ابقى هات لي 2 كيلو بلح. 2 كيلو بلح؟ اروح لتاجر زميل اقول له هات 2 كيلو؟ لا طبعا. طب ما علينا، عايز تشتري البلح ازاي يا فالح؟ البلح ده بنشتريه بالنخله، اجيب لكم نخلتين ثلاثه تتسلوا بيهم. هو انا فيا حيل اطلع نخله؟ لا ما تقلقيش يا طن، انا عندي الطريقه المثلى لتسلق النخول. ما انا عارفاها الطريقه المثلى دي، بالشلوط كده تقومي من تحت لفوق نطه زي الاسك، واقعدي فوق عند البلح براحتك بقى. يا جماعه انا مش فاضي للهزار بتاعكم ده، انا راجل بزنس مان مشغول جدا، هخش بقى اغير هدومي، البس بدله من البدلتين اللي عندي دول عشان اروح المشوار بتاعي. والبلح البلح البلح البلح، احمر احمر ابيض ابيض زاحف. دولا ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين يتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه، وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى في ذوقي؟ ها ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت لابس بدله جديده زيي اهي. زيك؟ اوعى اوعى ايدك لابس زيك ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دولا في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت مش فاهمك انت، انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دولا بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. وكابتن فلافي مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي، لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا هكذا. ولا رمزي وقف هكذا ورايا. دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 تن كل 6 اشهر. 25 تن؟ لا لا عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في ماميبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في اميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا ولا هي طفصه وخلاص يعني؟ بس يلا يا رمزي معلش، احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل.
ايه ده؟ دي شتيمه دي يا دول ولا ايه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القيره ده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. اه ده حضرتك ما شفتش بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا؟ وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت نمضي العقود؟ يا سلام قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر معاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل. نورتنا يا معلم عجوة. منور باصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكم ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكم فيه نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكم برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه، انت تقشر واحنا نجمع على مؤاخذة. تقشر ايه يا دولة؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، عايزين نعرف. أنا أصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه وخش السوق بالراحة واحدة واحدة. خش إيه يا عم؟ إحنا داخلين نركن. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، أنا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذه. 2 طن ايه؟ انت على كده بقى شغال على فرشه يعني، امال عامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله، ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه؟ ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبدو أمهات. ايه القول؟ عبدو أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع 2 طن و3 طن؟ ماشي ماشي. لا يا مبينانا عادل بيه. قالوا لي ان انت كبير. صح، ما انت خابر زين. لا انا مش خابر زين، انا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا نمتلك في جبلي 7000 نخلة، يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافة وفراولة. جوافة وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لك كبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباطة الكبير، احنا نمتلك فوق من 100,000 نخلة. ده خلاف اللي لسه بيتزرع، بس انا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. اهو بقى بسكو عجوة سابو سلوى، انا عايز البلح. افهم يا ويل، دول حيعملوا بسكويت بالعجوة لد للولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. انت تعمل لي فيها ماما نجوى، انا عايز البلح يا عم. احنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكويت ابو عجوة. صرف نفسك بال20 طن وبعد كده لو انت عايز 1,000 طن رقبتي سدادة. ماشي ماشي عم امهات. بالاسم. تفضل، مع الف سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. علي
يا دولة هتجهز اللواري؟ أنا بتحارب يا رمزي، أنا بتحارب، خايفين مني إن أنا أنزل آكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلحة بلحة، مشنة مشنة، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكرة الصبح هنفتش السوق فرشة فرشة، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. ازيد منك ليه لها لها ليها لها يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع صوت الناس. تمام يا كبير. كله تمام. كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسيه، انت مش شايف الشمس يا علاء؟ اديه كل البلح اللي معاك. ايوه قاعد العيالي يا بيه. طيب يا سيدي خد اتكل على الله اللي بعد. تعالي يا ست. اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول ينفعنا برضك في اي سفقه تانيه، خدوا منها يال. عينيا يا كبير. خد يا ست. مرضيه؟ مرضيه يا بيه. نجر يا خد. اللي معاك دول كم كيلو ما؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك على قرب يا ولد، بتضحك علي؟ يا نهار اسوح، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي، ده انا بنام وعندي عين مقفوله وعين مفتوحي، اكيد المعلم عجوه هو اللي مسلطك على. ما توعى يالا، خليك بتفهم كده، اوعى، المعلم عجوه هو اللي زقك علي، ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. خد الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه هلا. عينيا يا كبير. سامح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته معاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرسه البيضه، وخلي الفرسه تجري 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 وهو بصابعه كده في الاسفلت زي المنيج في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا. اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا ولد. اللي بعد خش يا سيدي. ايوه جاي. بعدين عناب، بعدين جابونيو. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي، عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. واجب يا كبير. وبص يالا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5 6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس والنبي دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع النخله على طول، دي ما بتتاكلش. افهم بقى يا غبي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا. مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي، اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد يوزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه، واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير. بالاذن، اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه، ما كنا شاريينه.
يا ابني امال انا شارك الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولا طلعت حويت حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. لسه شفت حاجه، انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي. يا معلم يا كبير. بقول لك ايه يا رمزي؟ أؤمر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده، عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى الالاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي، هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده من على قرطه، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس 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 بولا جه. امتى مساء مستر عادل؟ اهلا اهلا، اخبارك ايه وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام، اهلا وسهلا، نورت، والبضاعه كلها في المخزن والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده كبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟ مش لاقيها. بوظ الصفقة. معلش دراع اليمين بس عايز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. أريد أن أرى البلح. أوي أوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن إتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية يا كبير. تفضل يا كابتن. تفضل 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 تفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وبالنسبة للمساعد اللي معاك ده، منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟ ايه في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فتره خزنته. ايه اللي حصل؟ شقع عمري باظ. شقع عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شقع عمري بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 داهية. طب وبعدين؟ والعمل ايه يا بولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة. التلاجة التلاجة وحبيبتي جوه التلاجة. 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 التلاجة التلاجة.